ما من شك أن مأسسة الفتوى والإفتاء هي مسألة مهمة. يعني القضية التي توجد اليوم بهذه الندوة العلمية الكبيرة هي الحقيقة مؤتمر، لأن هذا المؤتمر جمع العلماء الأفارقة في مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وجمع أيضا علماء من خارج إفريقيا. يعني أنا أتيت من القدس وغيري جاء من الأردن، وهناك من جاء من الجاليات الإسلامية المنتشرة في العالم. وجود هذه المؤسسة الحقيقة يضبط الفتوى ويوجه المسلمين الذين يتبعون هذه المؤسسات الإفتائية التي تقوم على دليل شرعي والتي تقوم على ضوابط شرعية، يجمع هذه الأمة على الوسطية الإسلامية التي أرادتها الشريعة الإسلامية. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، كن رسول عليكم شهيدا. ولذلك حقيقة فكرة مؤسسة الملك محمد السادس للعلماء الأفارقة، وفكرة أن يكون هناك مرتكزات لهذه المؤسسة، ومنها هي الاتجاه إلى الاجتهادات الجماعية في الفقه الإسلامي، بالتأكيد هذا هو ضبط الفتوى وإبعاد أولئك الذين يفتون بلا علم أو يفتون بتطرف أو يفتون بلا أدلة، إبعادهم عن الساحة وتوجه الشعوب الإسلامية والأمة الإسلامية إلى الاستضاءة بنور هذه الفتاوى الموفقة والمنضبطة. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.